بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. زيكم عاملين ايه؟ النهاردة بإذن الله جايب لكم مفاجأة للناس اللي هي غير راضية عن أداء اندرايفر ومش لاقية أي شركة تشتغل فيها غير شركة اندرايفر. فاكرين من فترة كنت عملت فيديو عن شركة ويرآب، شركة مصرية بمواصفات أوروبية. في كابتن بعت لي إن الصفحة بتاعتهم منزلين عليها إن هم هينزلوا ابتداء من يوم الجمعة الجاية، الجمعة اللي هو بكرة إن شاء الله. فأنا تواصلت أول امبارح مع الشركة وقلت لهم أنتوا فعلا بجد هتنزلوا؟ قال لي إحنا عاملين دعاية جامدة جدا ومظبطين الدنيا وفي كل حتة عاملين دعاية. فالشركة دي فيها مصلحة للكابتن كويسة جدا. انا عن نفسي جربت كام رحله منها الى حد ما كويسه، بس الفتره اللي فاتت ناس كتير هتقولي ده ما فيهاش رحلات ومش عارف ايه عشان ما كانوش عاملين دعايه وكانوا عندهم شويه مشاكل كده، والحمد لله خلصوا كل حاجه وبداوا يعملوا دعايه. الشركه دي زيرو عموله، عارف يعني ايه؟ الفلوس اللي هتجيلك هتكون ليك لوحدك. الشركه دي واضحه بصراحه، اللي هي ولا عامله عروض للكابتن ولا عامله عروض للعميل، السعر اللي هيجيلك هو اللي هتاخده. يعني انت دلوقتي لا في عرض مش عارف اصل العميل ليه 30 جنيه ليه 40 جنيه والمحفظه ومش عارف فلوسك، لو زي اندرايفر مثلا فلوسك هتستردها لو انت عملت رحله والعميل لغى والكلام ده هتستردها مش عارف بعد 3 ايام والكلام ده. الشركه دي بتقول لك اول ما تاخد الرحله او تقبل الرحله اتصل بالعميل وانت واقف مكانك، قول له حضرتك هتنزل او هتستناني او الرحله دي هتعملها ولا لا، عشان خاطر ممكن تروح للعميل وتضيع كيلوهات وتضيع الكلام ده كله، وبعد كده يقول لك اصل ايه انا خدت عربيه تانية انا خدت رحله تانية. لا، اتصل بيه اكد عليه عشان خاطر لو انت مثلا هو خد رحله تانية او خد عربيه تانية انت تلغي الرحله وانت واقف مكانك وما فيش عليك اي حاجه، ونسبه القبول براحتك يعني، ولا فيها نسبه قبول الرحله مش عاجباك او المكان اللي انت مش رايحه ما تقبلوش خالص وسيبه يعدي. دي حاجه كويسه. اهم حاجه ان انت تفتح وتكون اونلاين. الموضوع ان احنا ايه المشكله ان احنا نجرب ونفضل فاتحين الابلكيشن ونحاول نوقف الابلكيشن ده زي ما وقفنا اندرايفر ووقفنا شركات كتير على رجليها. ايه المشكله لما يكون عندنا شركه مضاده لاندرايفر؟ الرحله بتجينا لنا لوحدي زيرو عموله، ولا مش عارف اشحن ولا مش عارف اعمل ايه ولا الكلام ده كله. الشركه فعلا كان قلنا ان هي هتشتغل قبل كده، اشتغلت في اسكندريه وما اشتغلتش في القاهره، قالت كذا مره ان هي هتشتغل بس كان عندها شويه حاجات كده، وباذن الله شغاله من بكره في القاهره وهتشتغل شغل بقوه جامده جدا وعامله دعايه وعامله اعلانات وعامله كل ده للناس اللي مش شغاله غير ان درايفر عشان موديل عربيتها قليل. فالشركه دي بتقبل لك من موديل 2000، فدي حاجه كويسه تقدر تشتغل فيها بدل ان درايفر او مثلا مع ان درايفر حاليا لغايه ما الشركه دي يبقى فيها رحلات كتير. وكده كده اليومين دول مريحين شويه عشان خاطر الامتحانات وكده. وفي ميزه في الابلكيشن ده انا شايف ان هي مش موجوده في اي ابلكيشن تاني، انه ما فيهوش تثبيت اجره. الرحلة مثلا عملت قد كده مشيت زيادة هيحسب لك الزيادة، دي حاجة كويسة جدا. وبرضك في انتظار لو استنيت تحت العميل تحت البيت كذا دقيقة كل الانتظار ده بيتحسب لك. وفي حاجة كويسة ان الشركة بتقول لك لو عندك اي مشكلة في الابليكيشن، عندك اي رأي، عندك اي حاجة عاوز تقولها، ده رقم الواتس بتاع الشركة، ابعت على رقم الواتس ده قول لهم انا عندي مثلا مشكلة في الابليكيشن كذا، الابليكيشن مش عاوز يفتح، مش عارف ايه في التسجيل، اي مشكلة عندك هتحلها عن طريق رقم الواتساب ده بتاع الشركة مباشرة، ابعت عليه اي مشكلة ليك وباذن الله يردوا عليك. انا من وجهه نظري شايف ان الشركه دي هتبقى افضل من ان درايفر ايا كانت، عشان ان درايفر بصراحه شركه ملهاش اي 30 لازمه وعامله مشاكل كتير. انا عن نفسي افتح وافضل اونلاين، ايه المشكله؟ وانت برضك مخير، انا ما بقولكش اعمل الكلام ده غصب عنك، لا، شوف مصلحتك فين واعملها، وحاول تفتح الابلكيشن وتكون مع الشركه دي لغايه ما تشتغل وتبقى كويسه، وباذن الله تقضي على ان درايفر باذن الله، عشان بصراحه ان درايفر بوظت الدنيا وبوظت السوق وعملت مشاكل كتير جدا. اهم حاجه لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش اللايك سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب، ولو انت على الفيسبوك اعمل لنا متابعه، وهسيب لك لينك جروب التليجرام تحت الفيديو ولينك صفحه وير اب على الفيسبوك. قبل ما تقفل الفيديو صلي على النبي واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله.